قامت المتحدة للخدمات الإعلامية أمس بإرسال قافلة بجانب إحدى مستشفيات العزل للمصابين بالكورونا لبث الأغاني والتحية لهم عبر مكبرات الصوت من خارج المستشفى، وذلك تضامنا مع المصابين في أعياد الربيع خلال فترة حجرهم الصحي. وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة إن هذا يأتي من منطلق حرص الشركة على تحية جيش مصر الأبيض وكل العاملين بالقطاع الطبي، خاصة العاملين في مستشفيات في ظل المجهودات المبذولة للوقاية من فيروس كورونا.